السلام عليكم، معكم محمود. ايام ما انا اتخرجت كان ليا زملاء، سواء اللي اتخرجوا بعدية او معايا او حتى قبلية، كنا يعني مجموعة كده من سنوات مختلفة او من دفعات مختلفة. فمعظمنا كنا في ناس اهلها يزبطوها في مصنع، مثلا ابوه يملكه او عمه او خاله او حد قريبه هيزبطه في حاجة معينة، ده ما لناش دعوة بيهم على جنب. وفي فئة كانوا برضو نحطهم على جنب، اللي هو برضو حد هيزبطه في الخليج، مزبط نفسه انه هيشتغل في حاجة في السعودية ولا في الاردن حتى، وكان الاردن برضو ساعتها مشهورة، في الامارات، في البحرين، في عمان، في دبي، في الكويت. يعني كان برضو حد ابوه او اخوه او حد كده هيزبطه في شغلانة، فده برضو على جنب. دي فئة مش كبيرة قوي. وفي بقى الفئتين الاقوى، هي فئة الناس اللي هي مقررة ان هي هتطلع تكافح وتقعد في البيت لحد ما الكفاح ده يجيب نتيجة، ما يعرفش لسه هيروح فين. فدي كانت فئة كبيرة. وفي فئة اللي هي لا، منشن على حاجة عالية. احنا كنا مثلا في مجال الاي تي وكده، انا والمجموعة دي الفئة اللي انا انتمي ليها يعني، فكنا مظبطين وبنشتغل احيانا وعملنا شغل من قبل ما نتخرج، فكنا تقريبا عارفين رايحين على فين. اللي هي الشركات المشهورة بقى، اللي هو كان ساعتها في اورنج وفي اي تي داتا ولينك دوت نت، وكان وسويدي يعني حسب برضو انت اي تي ولا باور ولا كهرباء، فكان برضو السويدي ناس كتيرة هتروحوا. وفي ناس كانت كان النساجون الشرقيون برضو كان طالب مهندسين، فده كان ساعتها يعني. معظم الفئة بتاعتي كنا عارفين رايحين على فين تقريبا، اذا كانش الشركة دي يبقى اللي جنبها، اذا كانتش دي هي دي، لان ناس دفعتنا قبلنا بخمس سنين ولا اربع سنين ولا حاجة كده اشتغلوا هناك، فخلاص احنا عارفين السكة وعارفين الطريقة وعارفين انهم عايزين الحاجة اللي احنا بنعرفها وبنجيدها كويس جدا. لان معروف خريجين البلد كلها من الهندسات الاقوية في الجزئية دي، يعني في كبرهم 50 واحد، اللي هيقدموا للشركة دي 40-30، والشركة عايزة 20، يعني حسبة بسيطة نقدر لما اشتغلناش هنا نشتغل هنا. فكان الموضوع سهل، لكن دلوقتي اعتقد الموضوع اصعب. وكنا عارفين حتى على فكرة المرتب هناخد كام. في ناس بقى فئة اقل بقى كتير، الفئة بقى اللي هي منظرة على شغلانات متدنية قوي، اللي هو يقولك ايه، انا اروح اشوف لي شغلانة مثلا اللي هي بتدي 1500 جنيه، 2000 جنيه، كان حلم حياته انه ياخد 2000. ف2000 ده يعني كان، اما طبعا حد كان دفعتي ولا حاجه يسمع 2000 يقول لك ايه ده، وانت راضي بكده؟ اول ما تقول له الشغلانه اللي انا مثلا هروح اشتغلها او وافقوا عليا هيدوني 2000 ولا 1800. لا، 2000 كانت على فكره مقبوله على ما اتذكر، يعني هي 1800 تحت ال 2000، 1000 ونص و1800. فمستغرب كده، انت قابل يعني عادي ولا هم اللي ضغطوا عليك ولا مغصوب ولا علشان خاطر والدك هناك وقال لك لازم تشتغل، والدك اكبرك يعني؟ فما كناش متخيلين ولا متصورين ان في حد بيقبل بالمرتب ده خريج من عندنا. فعلشان كده انا كان وجهة نظري ان ما يصحش ان انت اولا تصغر من قيمة نفسك مسبقا قبل ما تجرب تقدم على وظائف، وتسأل الوظائف دي بتطلب ايه لعلك انت يعني ينفع تقدم فيها. لان انا كنت اعرف ناس اذكياء ومحترمة وجامدين جدا، وراح اشتغل شغلانة في الحكومة وخد مثلا 900 جنيه ولا 1100 جنيه، حاجة كده غريبة، وموافق وعادي وعلى قلبه زي العسل، يقول لك والحمد لله انا لقيت شغلانه يا عم في ظل الظروف، ويعمل لك بدماغه كده. من ناحيه تانية انا برضو كشخص مثلا، انا شغال في شغلانه كويسه او في وظيفه كويسه او في شركه كويسه، وواحد بقى ايه زميلي قاعد في البيت بقى له سنه وبيدور في الشغلانات الصغيره دي، ما ينفعش ان انا اضغط عليه، لان هو ممكن جرب وما نفعش، فما نحرجوش اكتر من كده. ففي ناس لا، يقعد يزيد بقى يقول له يا اخي انت ايه اللي خليك قابل بالموضوع ده، واحد في البيت طب مش عارف ايه. واحد تاني يضغط عليه يقول لك لا روح اشتغل ان شاء الله ب 500 جنيه مرتب، بس روح اشتغل ما تقعدش في البيت وبتاع. فمش عارف، الضغط في الحته دي غلط والضغط في الناحيه التانيه غلط. لا تقول له انت ايه اللي مخليك ترضى بمرتب قليل غلط، ولا انك كمان تقول له روح اشتغل ان شاء الله ب 500 جنيه. لا، قول له حافظ على مستواك ان انت تقدم على الشركات اللي بتدي مرتب مثلا فوق ال 2000 او 1800. يا عم انا راضي، بس المهم ما تقعدش في البيت، بس يبقى ما نقلش بقى عن كده، ما نوصلش ل 500 600 900 والمهانه دي. والناس دي لحد النهارده متهانه ومتبهدله، وفي ناس اقل منهم كتير ومش خريجين هندسه اصلا وبياخدوا مرتب احسن منهم وفي نفس المؤسسه. فدي كانت موجعه لناس كتير. يا رب تكون الفكره وضحت. السلام عليكم، اشوفكم على خير.